بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في محاضرتنا العاشرة اليوم من سلسلة محاضرات الجغرافيا المناخية والحيوية استكمالا لدراسة النبات الطبيعي. الجزء اللي هيتم تناوله اليوم أو اللي هيتم شرحه اليوم هو الجزء الخاص بالحشائش. تناولنا قبل كده في النبات الطبيعي في محاضرتين سابقتين. المحاضرة الأولى كانت بتهتم بدراسة النبات الطبيعي من حيث التعريف والأهمية والعوامل الطبيعية المؤثرة في نمو النبات الطبيعي، والمحاضرة الثانية تخصصت أو اهتمت بدراسة الغابات كنوع من أنواع النبات الطبيعي الذي ينمو دون تدخل الإنسان فيه. أما اليوم سوف نتناول دراسة الحشائش كأحد النباتات الطبيعية التي تنمو دون تدخل الإنسان فيها، وسوف يتم تناول هذا الموضوع في أكثر من نقطة. أولاً هيتم تناول دراسة حشائش السافانا اللي هي الحشائش الحارة، وحشائش الاستبس، الحشائش المعتدلة، وحشائش التندرا اللي نقدر نقول عليها ان هي الحشائش الباردة او ذات الاقليم البارد. ونفس التصنيف ده احنا تناولناه في الغابات، وعرفنا ان الحشائش او حشائش السافانا الحشائش الحارة يوازيها اقليم الغابات الاستوائية، والحشائش المعتدلة يوازيها اقليم الغابات البحر المتوسط، أما حشائش التندرا فهي يوازيها الغابات النفطية أو الغابات المخروطية. وهذا التدرب زي ما تكلمنا قبل كده وقلنا التدرب ده مبني على درجات الحرارة والرطوبة، حيث أن المناطق الاستوائية تتميز بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة وارتفاع الشديد في درجات الرطوبة، مما يساعد على النمو الكبير للغابات الاستوائية، وما يساعد على النمو الكبير الحشائش الاستوائية، الحشائش الحارة، الحشائش السافانا. وهذا التدرج في درجات الحرارة والرطوبة يبدأ من المناطق الاستوائية والمناطق المدارية حتى العروض الباردة أو حتى العروض القطبية، مما يؤثر بالتالي على نمو النباتات وينعكس بالتأثير على النباتات وعلى الغابات الموجودة في تلك العروض. فارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة يؤثر بصورة طردية على الغابات الموسمية والغابات المدارية، ما يساعد على كثرة نموها وكثافة نموها وزيادة أطوالها وأنها تكون دائمة الخضرة، بينما الغابات المخروطية والغابات النفطية والتي تتعرض للكثير من موجات الصقيع والتي تؤثر عليها وبالتالي تتمحور وتتخذ الشكل المخروطي تفاديا لسقوط الثلج عليها، وتتمحور أوراقها وتتحول الشكل ذات الشكل الإبري حتى تستطيع التغلب أو التخلص من كمية الثلوج الساقط عليها. أيضا الحشائش تتدرج نفس تبعا لتدرج درجات الحرارة والرطوبة، فنجد أن حشائش السافانا وهي الحشائش الحارة تتماشى مع العروض المدارية ذات الحرارة العالية والرطوبة العالية والعالية في المناطق الاستوائية، وحشائش الاستبس أو حشائش المعتدلة تنمو وتظهر في الأماكن المعتدلة، بينما حشائش التندرة أو الحشائش ما يطلق عليها الحشائش الباردة تظهر وتنمو في العروض الباردة، وهذا ما سوف يتناوله داخل المحاضرة إن شاء الله بالشرح والتفصيل. حشائش السافانا أو الحشائش الحارة وهي تلك الحشائش المدارية وأيضا تسمى بالكامبوس واللامس. إذا تعريف الحشائش، حشائش السافانا أو الحشائش الحارة وهي الحشائش المدارية وتسمى أيضا بحشائش الكامبوس واللامس. يعني لو قلنا في سؤال ده علامة صح أو خطأ، أمام العبارة الخاطئة حشائش السافانا وهي الحشائش التي تنمو في العروض المعتدلة، الإجابة هتكون خاطئة، لأن حشائش السافانا حشائش تنمو في العروض المدارية أو العروض الاستوائية.
لو قلنا ان من اهم المسميات المحليه لحشائش السافانا الكامبوس او اللانوس، تبقى الاجابه صحيحه لان نفس المصطلحات او نفس المسميات هي التي تطلق على حشائش السافانا او الحشائش الحاره. بتنتشر حشائش السافانا والحشائش او الحشائش المدريه او الحشائش الحاره في مساحات كبيره جدا في امريكا الجنوبيه الى الشمال والجنوب من غابات الامازون. واحنا قلنا قبل كده ان غابات الامازون دي خير دليل او خير نموذج للغابات الاستوائيه نظر للارتفاع الشديد لدرجات الحراره والارتفاع الشديد للرطوبه. ما يحيط بتلك الغابات او غابات الامازون يحيط بها او يحيط بها نطاق من حشائش السافانا التي تشغل مساحات كبيره في امريكا الجنوبيه الى الشمال والى الجنوب من تلك الغابات او من غابات الامازون. ايضا تظهر حشائش السافانا او حشائش الحاره في افريقيا وخاصه في دوله السودان ومرتفعات شرق افريقيا وصحول صحراء كالهاري. تنتشر ايضا حشائش السافانا او الحشائش الحاره في قاره استراليا على هيئه نطاق دائري حول الصحراء الوسطى. الوصف العام لو نظرنا الى غابات او الى حشائش السافانا الى الحشائش الحارة او حشائش السافانا نجد انها اشبه بالبستان، يعني المنظر العام او الوصف العام يوحي انها اشبه بالبستان، وذلك لانها لها امتداد هائل من الحشائش الطويلة. هذه الحشائش تتخللها مجموعة من الاشجار المبعصرة القليلة ذات الارتفاعات التي تتراوح بين مترين الى 3 امتار. هذه الاشجار الطويله التي يتراوح ارتفاعها ما بين مترين الى 3 ايضا تتخللها بعض الشجيرات دائمه الخضر. بعض منها من النوع الشوكي الذي يتمحور وتغلب عليه صفه النوعيه الشوكيه وذلك ارتقاء لجفاف الشتاء فيها في بعض العروق. يظهر توزيع حشائش السافانا انها تنمو في الاجزاء الداخليه من الاقليم المداري. يعني الاقليم المداري او الاقليم الحار او الاقليم الاستوائي الاماكن الداخليه فيه تتميز حشائش السافانا بالنمو داخل الاجزاء الداخليه من الاقليم المداري او الاقليم الحار. اما الجهات البحريه أو التي تستقبل كميات كبيرة من الرطوبة أو كميات كبيرة من الأمطار فتتميز بنمو الغابات الضخمة قريبة شبه الغابات الاستوائية. وقلنا إن السبب في ده بيرجع إلى الأمطار الغزيرة طوال العام. يبقى لو قدرنا نوزع ونقسم الإقليم المداري نقول إن الأجزاء الداخلية بيتميز بنمو حشائش السافانا أو مراعي السافانا أو الحشائش الحارة. ايا كان. اما الجهات البحريه المطله على السواحل او الجهات البحريه المطله على السواحل من هذا الاقليم تنمو بها الغابات الضخمه قريبه الشبه بالغابات الاستوائيه. وقلنا ان السبب في ده بيرجع الى الامطار الغزيره طوال العام. اهم المميزات العامه التي تميز حشائش السافانا. حشائش السافانا بتتميز بانها تنمو في الجهات المنخفضه. وده ليه؟ لأن الموارد المائية الموجودة في المناطق المنخفضة سواء المياه الجوفية أو حتى المياه التي تسقط عن المرتفعات وتبدأ في الانحدار ناحية المناطق المنخفضة تسمح بنمو الأشجار بغزارة، وذلك لأنها مناطق استقبال أي كمية أمطار ساقط عليها، سواء كمية الأمطار كمية المياه الساقطة عن طريق الأمطار أو التي تتجمع عن طريق الأمطار في المناطق المنخفضة أو لاقتراب منسوب المناطق المنخفضة دي من منسوب المياه الجوفية مما يسمح بنمو تلك الأشجار أو أشجار السافانا في المناطق المنخفضة. أيضا إقليم السافانا عبارة عن جهات منبسطة أو متسعة تمتد فيها الحشائش أو الحشائش لمسافات طويلة جدا. طبعا تتخلل هذه الحشائش مجموعة أو كميات من أو أعداد من الأشجار مثل أشجار النخيل التي تتواجد وسط أو بداخل هذه المساحات الكبيرة من مساحات إقليم السافانا. بتعتبر مناطق السافانا مناطق كثيفة الحشائش.
حيث من غير المستطاع أو ليس هناك قدرة قوية على اختراقها، ودليل أن الحشائش ارتفاعاتها بتقارب 6 أمتار وفيها مجموعة من الأشجار المنخفضة. إذا نقدر نوجز مجموعة المميزات التي تميز إقليم السافانا أو حشائش السافانا بأنها تنمو في أكثر المناطق انخفاضا في الإقليم، وذلك لتجمع كميات كبيرة من الأمطار في هذه المناطق المنخفضة، سواء المياه الساقطة عن طريق الأمطار أو التي تقترب من نزول مياه الجوفية. إقليم السافانا إقليم منبسط ومتسع اتساع كبير، توجد به مجموعة من الأشجار وخاصة أشجار النخيل. إقليم السافانا أيضا كثيف الأشجار، يتميز بكثافة الحشائش، صعب اختراقها وهناك ليس من المستطاع اختراقها، وذلك لوجود بعض الحشائش التي تربو أو تقترب طولها من أطوالها تقترب من 6 أمتار، تتخللها مجموعة من الأشجار المنخفضة، مما يعمل على تعذر اختراق هذا الإقليم. أيضا للسافانا قدرة كبيرة وإمكانية كبيرة على مقاومة الجفاف، وربما يرجع سبب ذلك إلى التكوين البنيوي لأشجار السافانا، حيث أنها تنمو في خصلات. التكوين البنيوي لحشائش السافانا في مجموعة من الخصلات المتماسكة، يعني نقدر نسميها العروق أو الخصلات المتماسكة ذات التماسك الشديد جدا، بالإضافة إنها ذات جذورها قوية ومتماسكة جدا، بالإضافة إن النباتات عندما تتحول أو تتعرض لموجات من الجفاف تتحول إلى كميات من الهشيم العضوي، والهشيم العضوي ده نتيجة لعدد السنوات الكثيرة يتجمع حول النباتات الحالية، مما يساعد ويعمل على وجود غطاء من التربة أو غطاء للتربة يحميها من عملية البخر والاحتفاظ بكميات الرطوبة الموجودة داخلها، مما يساعد على إخضرار والحفاظ على إخضرار نباتات السافانا أو حشائش السافانا طوال العام. إذن فالسافانا لها القدرة الكبيرة على مقاومة الجفاف، بالإضافة إن كميات الركام المتراكمة من السنوات الماضية تعمل على حفظ الرطوبة داخل التربة، مما يجعل البيئة مناسبة لنمو النباتات طوال العام. إذن هناك 4 مميزات تميز أشجار السافانا أو إقليم السافانا. أولا إن الجهات المنخفضة بتنمو في الجهات المنخفضة، والجهات المنخفضة دي قلنا إنها بيئة مناسبة جدا لتجمع المياه، تجمع المياه سواء الساقطة عن طريق الأمطار أو القريبة من المناطق الجوفية أو المياه الجوفية. إقليم السافانا ده عبارة عن إقليم منبسط فيه حشائش بتمتد لمسافات كبيرة جدا، الحشائش دي تتخللها مجموعة من أشجار النخيل. أيضا السافانا بتتميز بكثافتها الكبيرة جدا، مما يتعذر معه اختراق إقليم السافانا، نظرا لأن بعض الحشائش بتصل ارتفاعاتها إلى ما يقارب 6 أمتار ويتخللها بعض الشجيرات المنخفضة، مما يعمل على وجود نوع من الحماية في اختراق هذا الإقليم. أيضا السافانا لها القدرة الكبيرة على مقاومة الجفاف، والسبب في ده يرجع زي ما قلنا إلى أن التكوين البنائي للشجيرة نفسها أو للحشائش نفسها في عبارة عن خصلات أو عبارة عن عروق متماسكة، بالإضافة أن جذورها ذات قوة تماسك كبيرة في التربة. أيضا حماية التربة بطبقات من الهشيم المتراكم خلال السنوات الماضية يعمل على حفظ الرطوبة داخل التربة، وبالتالي توفير بيئة أو جعل البيئة مناسبة لنمو النباتات طوال العام، وتوفير كمية كبيرة من التربة طوال العام. الاستثمار الاقتصادي لحشائش السافانا، بنجد أن حشائش السافانا ذات استثمار اقتصادي كبير جدا ومهم جدا،
وصالحة للاستثمار الاقتصادي طوال فترات العام، وذلك لعدة أسباب. أولها وفرة المطر، يعني وفرة المطر حيث سقوط الأمطار طوال العام يساعد على أن يكون هناك استثمار اقتصادي جيد لحشاش السفان، بالإضافة أن التربة صالحة جدا لنمو النباتات. أيضا استواء السطح، سهولة المواصلات، غنى الطبيعة، مما يجعلها مطمع لكثير من دول الاستثمار. يبقى إذا الاستثمار الاقتصادي لحشاش السفانة استثمار جيد جدا، ونستطيع القول إنها من أفضل البيئات التي يمكن الاستثمار الاقتصادي فيها بطريقة كبيرة، وذلك لعدة أسباب. منها توفر الأمطار طوال العام مما يساعد على النمو الكامل للنباتات، توفر الرطوبة في التربات نتيجة لسقوط الأمطار طوال العام أو لوجود خزانات مياه كبيرة بتساعد على نمو النباتات طوال العام. أيضا التربة من أغنى التربات الموجودة على مستوى العالم، مما يساعد على نمو النباتات بطريقة طبيعية نتيجة لتوفر المواد العضوية والمواد المعدنية في تلك التربات. فبالتالي أغلب التربات، إن لم يكن كل التربات في إقليم حشائش السافانا، صالح للاستخدام. أيضا استواء السطح، مما يؤدي إلى عدم الكلفة الاقتصادية من عمليات تسوية أو عمليات نقل التربات أو عملية شق القنوات أو غيرها من الأمور التي ترفع التكلفة الاقتصادية وتجعلها غير ذات جدوى اقتصادية. نجد أن إقليم السافانا أو إقليم حشائش السافانا يتميز باستواء سطحه، فبالتالي القيمة الاقتصادية أو عدم التكلفة الاقتصادية غير موجودة في إقليم السافانا، اللهم إلا مبالغ سيدة لعملية التسوية أو عملية إعادة الحرث أو عملية إزالة الحشائش والاستخدام الأمثل للتربة في تلك المناطق، مما يزيد من الأهمية الاقتصادية لمناطق حشائش السافانا، بالإضافة إلى أن سهولة المواصلات وعدم وجود الكثير من الأمراض التي تعمل على إعاقة الاستثمار الاقتصادي في تلك المناطق وسهولة المواصلات، دي كلها من العوامل التي تؤدي إلى أن يكون هناك استثمار جيد لحشائش السافانا، تعتبر من أفضل الأقاليم للاستثمار، مما زي ما قلنا سابقا جعلها مطمع لكثير من دول الاستعمار التي تحاول الاستفادة من خيرات الدول الأفريقية. الحياة الزراعية في إقليم السافانا تتأثر بصورة كبيرة بالفصلية، حيث أن فصل الصيف من الفصول التي تتوفر فيها كميات الأمطار الذي يساعد على نمو النباتات. يعني قلنا فصل في الفصل المطير تتوفر ظروف الماء الملائمة لنمو النباتات، وفصل الجفاف تتوفر الظروف لجني الغلات. يبقى الزراعة هناك تتأثر تأثر كبير بالناحية الفصلية، الفصول ذات المطر يتم فيها زراعة النباتات، أما الأمطار ذات الجفاف يتم فيها جمع الغلات وجمع المحاصيل، والتي من أهمها القطن والذرة والبن وقصب السكر. أيضا الرعي من أهم مقومات الحياة بإقليم السافانا، ونستطيع القول أن إقليم السافانا هو عبارة عن مرعى كبير، أو من أكبر الأقاليم الرعي هو إقليم حشائش السافانا، حيث أن هذا النوع من الحشائش يساهم أو يساعد أو يكون أكثر ملائمة لحرفة الرعي لجميع أنواع المشي، حيث أن ولهذا نستطيع القول أن هذا الإقليم أو حرفة الرعي أو تربية الماشية أصبحت من الأمور الشائعة جدا 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 في هذا الإقليم. إذن في إقليم السافانا له مجموعة كبيرة من الاستثمارات الاقتصادية في مجال الزراعة، نستطيع القول أن التربة صالحة جدا للاستخدام، توفر كميات الأمطار طوال العام، سهولة أو استواء السطح، توفر مواصلات، غنى الطبيعة، من أهم العوامل التي تجعل الإقليم حشائش السافانا من أهم الأقاليم ذات الجدوى الاقتصادية العالية. أيضا الحياة الزراعية تتأثر بالفصلية، حيث أن فصول المطر يكون فيها عملية زرع البذور أو الفصول التي يتم فيها
نمو النباتات، بينما الفصول الجافة أو فصول الجفاف يتم فيها جمع الغلات الزراعية. تتنوع الحياة الزراعية أو البيئة الزراعية أو النوعيات النباتات التي تنمو في إقليم حشائش السافانا. نجد أن من أهم المحاصيل محاصيل القطن والذرة والبن وقصب السكر، وهي من المحاصيل الاستثمارية والتي تجلب كميات كبيرة أو تدفقات نقدية للدول التي تقوم بزراعة مثل هذه المحاصيل، وهي ذات جدوى اقتصادية عالية. أيضا حرفة الرعي متوفرة جدا وذات قيمة اقتصادية عالية، حيث أن إقليم سافانا يعتبر إقليم مفتوح أو مرعى مفتوح، لذلك لا نجد أنه لا غرابة في أن تنوع الحياة الحيوانية هناك، من ماشية سواء ما حيوانات عقار أو جاموس أو إبل أو ماشية أو غيرها، هناك تنوع في الحياة الرعوية في إقليم السافانا. دي بعض الأمثلة لعملية الرعي الموجودة والموجودة أو أنواع مختلفة من الحيوانات التي تقوم بالرعي، والاستغلال الأمثل أيضا لمجموعة من الشجيرات الموجودة في إقليم السافانا. نستطيع القول أنه هو استغلال أمثل لحشائش السافانا وبعض الحيوانات الموجودة فيه. النوع الثاني وهو حشائش الاستبس أو ما يطلق عليه الحشائش المعتدلة، وهي تلك الحشائش التي يطلق عليها الحشائش المعتدلة باسميها الدافئ والبارد، وأيضا لها مجموعة من المسميات مثل البامباس وحشائش البراري وحشائش السوق. بتنتشر حشائش الاستبس في مساحات واسعة في نصف الكرة الشمال، وخاصة في أوروبا وآسيا، حيث تسمى بحشائش الاستبس في أمريكا الشمالية وتسمى بالبراري، حيث تسمى في أمريكا الشمالية بالبراري. أيضا هناك مساحات أقل سعة في الكرة في نصف الكرة الجنوبي من الكرة الأرضية. أيضا بتتنوع حشائش الاستبس حيث توجد في جنوب شرق أوروبا وجنوب غرب سيبيريا وهضبة جنوب أفريقيا وأخيرا في براري أمريكا الشمالية. حشائش الاستبس نوع من الحشائش السائد في قلب البر، يعني تتواجد حشائش الاستبس في قلب القارات وليس على الأطراف، وهي توجد بصفة عامة في مناطق معتدلة أو المناطق الباردة. موسم المطر هو المناسب لمناطق الاستبس، موسم المطر لمناطق الاستبس هو الربيع وأوائل الصيف. إذا يسقط المطر في مناطق الاستبس في بداية الربيع وأوائل الصيف، معنى ذلك أن موسم المطر متفق تماما مع موسم الدفء، وهو ما يساعد على نمو النباتات بقوة وازدهار. أيضا من الملاحظ حشائش الاستبس أن تلك الحشائش تنمو في قلب القارات، بينما حشائش السافانا تنمو في الأجزاء الداخلية من الإقليم المداري، أما الجهات البحرية زي ما قلنا في حشائش السافانا تنمو في الأجزاء البحرية، وربما يرجع ذلك إلى غزارة الأنظار، وده المقارنة اللي احنا نقدر نقارن بينها فيها ما بين حشائش السبس والغابات الاستوائية أو حشائش السافانا. الاستثمار الاقتصادي لحشائش الاستبس، أهم ما يميز الاستبس هي حرفتي الرعي والزراعة، وده لأسباب متعددة. الرعي نجد أن الرعي وخاصة رعي الغنم والماعز والخيل وقطعان الماشية بيختلف في إقليم الاستبس من مكان لآخر. في أستراليا وجنوب أفريقيا وبعض جهات من الأرضية من الأرجنتين تسود تربية الأغنام والماشية، دي نظرا لوجود حشائش الاستبس بغزارة، ومما يساهم أو ما يساعد على رعي مثل هذا النوع من الماشية في تلك المناطق. في بعض من جهات الاستبس تحولت إلى الزراعة، أي تحولت الحشائش أو مناطق حشائش الاستبس من عملية الرعي أو من النمو الطبيعي للنباتات إلى الزراعة، وخاصة في المناطق التي تم استخدام وسائل الري الحديث فيها، حيث تم زراعة أنواع كثيرة من الحبوب مثل القمح، والذي يأتي في المرتبة الأولى في نصف الكرة الشمالي
يأتي من بعده الشعير ثم الشوفان. المناخ ليه دور مهم جدا جدا في نجاح زراعة الحبوب في جهة الاستبس. رطوبة الربيع ودفئه، واحنا قلنا ان الربيع واوائل الصيف اللي هما بيتفقوا مع موسم الدفء بيتميزوا بسقوط الامطار. اذا سقوط الامطار تتوافق توافق مهم جدا مع دفء الفصلين الربيع والصيف. هذان الفصلان يساعدان على نمو البذور وازدهار النباتات. والصيف بيأتي بالحرارة المرتفعة فيه يساعد على إتمام عملية نضج الحبوب، وأيضا تلائم الحرارة في أواخر فصل الصيف على موسم الحصاد. إذا فالربيع والصيف يعتبر من أهم شهور أو فصول السنة في عملية نمو النباتات وازدهارها في إقليم حشائش الاستبس، نظرا لاقتران سقوط الأمطار مع دفء الجو، مما يساعد على نمو وازدهار النباتات أو المحاصيل الزراعية في بداية فصل الربيع. ومع ارتفاع درجات الحرارة في بداية فصل الصيف يساعد ذلك على نضج الثمار ونضج الحبوب. وأيضا في نهاية فصل الصيف يأتي ذلك متوافقا مع مواعيد جمع المحاصيل الزراعية. وده نوع من أنواع المراعي. الصورة دي بتوضح كيفية استغلال حشائش الاستبس في الرعي. نلاحظ إن كمية كبيرة أو كميات كبيرة من الأبقار تتم أو يقوم الإنسان برعيها أو استخدام حرفة الرعي في إقليم حشائش الاستبس. رقم ثلاثة أو النوع الثالث من أنواع الحشائش، حشائش التندرا، وهي الحشائش التي تظهر في نصف الكرة الشمالي وبتشغل أو بتنتشر في أجزاء صغيرة من المنطقة القطبية الشمالية، وذلك لأن العروض هناك أو المناطق هناك التي يقع فيها النبات تساعد على نمو النبات. بينما القطب الجنوبي، ونظرا لأن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في القطب الجنوبي والتي تعتبر أعلى من القطب الشمالي، فهي غير صالحة للنمو مثل هذا النوع من النباتات. وده نتيجة لأن درجات الحرارة تقريبا لا تنخفض عن درجة التجمد. نباتات الإقليم التندرا أو حشائش التندرا نباتات قصيرة البذور، ليس لها تقريبا تكوين بنائي كبير. أهمها الطحالب والحشائش الصغيرة، هي أصلا لا تتعدى السنتيمترات، لا يزيد ارتفاعها عن قدمين أو قدم أو قدمين في الأماكن المحمية على كل مجال مائية. نجد أن الحياة في هذا الإقليم تتدرج أصلا في أقصى الشمال، تقريبا تختفي النباتات تماما وتكون عبارة عن صحراء جليدية، ولكن في جنوب هذا الإقليم تنمو وتقصر النباتات. شو العبارة عادية، نستطيع القول ان النباتات في هذا الاقليم يعني غير متواجدة تقريبا في منطقة في غابات المنطقة المعتدلة للبارد. اذا فهي تقريبا غير ذات جدوى اقتصادية. لو تكلمنا عن الاستثمار الاقتصادي لحشائش التندرا، نجد ان سواء الانسان او الحيوان في هذا الاقليم يكافح للحصول او لاستمراريه الحياه في هذا الاقليم. لذلك يستطيع الانسان العيش على حرفتي الجمع والالتقاط، لذلك يلجا الى الصيد سواء في البر او البحر. بينما الحيوانات في اقليم التندرا تكافح للحصول على مصادر الغذاء بها. الإنسان في إقليم التندرا زي ما قلنا إن الصيد ليه دور كبير في حياة أو اعتماد الإنسان في حياته على حرفة الصيد. أما وسائل النقل والانتقال في هذا الإقليم، ونظرا لوجود السلوك في أغلب أوقات العام، اللهم إن بعض مواقع الأوقات صغيرة يكون فيها
سيولة في المياه في هذا الإقليم، يعتمد الإنسان في فترات الانتقال في هذا الفصل على القارب الصغيرة في البحار والأنهار. أما في فترات الجليد يستخدم الإنسان أو الأفراد هناك الزحافات الثلجية التي تجرها الكلاب، لأن تساقط الثلوج بيحول النهار والأرض أصلا وحتى البحار إلى طريق للانتقال. الظروف الطبيعية لا تساعد على قيام حياة حيوانية غنية في هذا الإقليم. في حيوانات معينة وهي ما يطلق عليها حيوانات الرنة، هي فقط التي تستطيع العيش في هذه المناطق والتي تقريبا تقتات على الطحالب والحشائش الأخرى. كده نكون خلصنا محاضرة النهاردة إن شاء الله، ولكن في مجموعة من الأسئلة اللي وضعناها واللي بنحاول زي ما تعودنا كل محاضرة من المحاضرات إن إحنا بنجمعها في نهاية كل محاضرة، وبنحاول نجاوب على بعض منها وبنسيب الباقي على أساس إن أنتوا تجاوبوه وبتحلوه، وبنجمع الإكسل شيت بتاعنا أو بنك الأسئلة علشان ممكن يكون في إن شاء الله آخر السنة أو آخر الترم بتيجي منها مجموعة من الأسئلة في الامتحان. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية: حشائش السافانا هي الحشائش التي تنمو في المناطق الباردة. الإجابة خطأ. حشائش السافانا ليس لها القدرة على تحمل الجفاف، وقلنا ده خطأ لأن حشائش السافانا لها قدرة كبيرة على تحمل الجفاف، نظر لأن التكوين البنيوي والذي يتميز بكونه شبيه بالألياف يساعد حشائش السافانا على تحمل الجفاف. القيمة الاقتصادية لحشائش السافانا قليلة جدا، ودي برضو إجابة خاطئة لأن القيمة الاقتصادية لحشائش السافانا عالية جدا وقيمة جدا. أترك لكم بعض الأسئلة أو باقي الأسئلة تجاوبوا عليها. أتمنى أن تكون محاضرة النهاردة مفيدة لكم واستفدتوا فيها. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.